طبعا احنا بنتكلم مع حضراتكم من البداية خالص على الشباب وقد ايه ان احنا لازم نهتم بيهم لان هم العمود الفقري للمجتمع المصري. تعالوا نشوف ازاي هننمي قدراتهم ونهتم بيهم. نتكلم كمان بتفاصيل اكتر واوسع عن منتدى شباب العالم وقد ايه فعلا ان هو له دور كبير جدا في تمكين الشباب، ان هم ليهم دور. كنت لسه بتفرج كده امبارح قد ايه ان احنا يعني عندنا كمية كبيرة جدا من الشباب اللي بيقوموا على إعداد هذا المؤتمر أو هذا المنتدى وبيهتموا بكل تفاصيله، ومجموعة بتسلم مجموعة، يعني كل منتدى بيكون في جروب كده بيسلم الجروب اللي قبله، بيتبادلوا الخبرات، أفكار جديدة، أفكار مختلفة. إنك تحمل شاب مسؤولية زي دي يبقى انت كده فعلا بتفكر انك تبني بلدك، بتخلي الشاب ده مقتدر ان هو يتحمل مسؤولية كبيرة، انت بتظهر صورة مصر للعالم كله. تعالوا نشوف تفاصيل اكتر مع ضيوفي النهاردة اللي منورنا. بداية طبعا اسمحوا لي ابتدي مع استاذ عمرو اسماعيل الصحفي بجريدة الوفد، اهلا بيكم نورني. اهلا بحضرتك يا فندم. وطبعا ضيفي اللي منورنا وجاي لنا من اسكندريه مخصوص استاذ وسيم علي عضو منتدى الحوار الوطني للشباب. استاذ وسيم اهلا بيك. اهلا بحضرتك وحمد لله على السلامه. الله يسلمك وصباح الخير. صباح الفل وتحياتنا لكل اهل اسكندريه. خليني ابتدي بس مع استاذ عمرو، يعني كلمني كده على يعني رايك في منتدى الشباب لهذه في دورته في شرم الشيخ، وشايف ايه هي اهم اهدافه؟ مساء الخير على حضرتك. مساء الخير بقى، صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين واسره البرنامج الكريمه. طبعا منتدى شباب العالم 2018 هو بمثابه حدث عالمي. حدث طبعا لما انا اضم 160 دوله ب 5000 شاب وفتاه على مستوى العالم، بنتكلم على كافه القضايا. بنتكلم عن بنتناقش على قضايا اقتصاديه، قضايا اجتماعيه، قضايا تهم القاره السمراء والاجواء الاوروبيه كلها. فمنتدى شباب العالم يعتبر هو نافذه للترويج السياحي. طبعا شفنا كلنا فيلم التسجيلي اللي اذاعته الفنانه نقطه التلاقي. طبعا ده انا اعتقد ان ده ترويج سياحي افضل من ترويج سياحي تاني بنصرف عليه ملايين. طبعا يعني نقطه التلاقي احنا بنظهر فيه المعالم الاثريه لمصر، بنجسد في مصر. في مصر طبعا حضرتك مثلت، ظهرت اسكندريه طبعا وظهرت هي جابت مصر كلها، مصر كلها بمعالمها كلها. فيعتبر منتدى شباب العالم 2018 ده بحدث عالمي بيهم الدول العربيه كلها والاوروبيه. كفايه بس ان احنا بنتصدر الصحف العالميه. الصحف العالميه كلها اتكلمت على الحدث. طبعا ده اشار اليه السيد الرئيس في الشباب. الشباب هم قاده اليوم، مش قاده يعني قاده اليوم وليس الغد. طبعا دي صراحات سياده الرئيس السيسي انهم مش بس هنكتفي بمشاركتهم في المؤتمرات والندوات، لا ده هم يمثلوا ويتفاعلوا معانا في القياده، المشاركه صحيح. السياسيه والمشاركه الاجتماعيه والتنميه المستدامه. طبعا انا عايز اشكرك على ان انت اثرت نقطه فيلم نقطه تلاقي، لانه انا كنت مبهوره يعني انا بجد بالزبط. وانا بتفرج عليه انت ازاي عملت مسح شامل لكل الآثار اللي موجودة داخل مصر بشكل فني، بشكل خفيف جدا، بشكل لطيف. روقت الأهم حاجة بتجذب كتير من الناس وهي السياحة الدينية اللي موجودة داخل بالزبط. مصر. عرفت الناس، كان في بداية المنتدى كان في كلمة عن الهوية المصرية، الشخصية المصرية. واتكلمت كمان عن تاريخ طويل وعريق جدا من الناحية حتى التاريخية سواء الإسلامية أو القبطية اللي موجودة داخل مصر. أستاذ وسيم أنا عايز أروح لك في تقييمك للنقطة دي تحديدا، وقد إيه شايف أن النقطة دي هي فعلا نقطة إيجابية جدا وكانت نقطة تلاقي لكل الأماكن الجميلة اللي موجودة داخل مصر بشكل بسيط. إحنا عملنا إعلان بلا إعلان زي ما بيقولوا كده. هو المنتدى في نسخته الثانية السنة دي بتميز بعدة أشياء، حتى في أسلوب التناول للمواضيع والطرق النقاشية بتاعة العرض. الأعمدة السبعة للكاتب ميلاد حنا تناول الشخصية المصرية على مدار التاريخ الفرعوني إلى وقتنا هذا. الشخصية المصرية أو جمهورية مصر العربية تأثر بيها جميع الشخصيات في العالم، وعلى سبيل المثال الفيلم التسجيلي اللي ذكره زميلي نقطة التلاقي
لما اتكلم عن اسكندرية في العالم كله 50 مدينة بيحملوا هذا الاسم، صحيح، ولكن اسكندرية بتاعتنا هي أشهرهم. ولما تناول الفيلم هذا الجزء قد إيه شفنا إن الرومان والأتراك وغيرهم عاشوا في مدينة الإسكندرية وتأثروا بالتراث المصري، وده اللي تناوله كتاب الأعمدة السبعة اللي بيعكس الشخصية الهوية المصرية، وده برضو تبلور في النصب التذكاري اللي افتتحه الرئيس على هامش فعاليات المنتدى اللي هو بيرمز لضحايا الإرهاب في العالم. حتى المدخل بتاع النصب التذكاري كان 7 درجات، والسبع درجات دول هم سميناهم طريق النور اللي بيعكسوا الهوية المصرية للكتاب سالف الذكر. الفكرة دي بتاعت النصب التذكاري شارك فيها 72 مهندس حول العالم، وفي مربعات يعني فاضية سايبين مساحة للدول اللي هي ما شاركتش ان هي تشارك في المنتديات القادمة اللي هي يبقى ليها بصمة ورمز القلب اللي استوحى منه فكرة النصب التذكاري تبقى موجودة في هذا المكان. فده كله بيعكس الأعمدة السبعة للشخصية المصرية اللي تأثر بها العالم كله. ودايما أنا بقول أن مصر هي بداية الحكاية للعالم كله. صحيح. أستاذ عمرو، إحنا لو هنتكلم على ناحية السياحية، إحنا مفروض إن إحنا بنروج لأنفسنا. لو عملت إعلانات، تعالى نحسبها كده عشان بس بعض الناس اللي تقول لك لا، أو طب وإحنا ليه نعمل منتديات زي دي ونستضيف ناس ونصرف فلوس، تعالى نحسبها من الناحية الترويجية. لو عملنا إعلان واحد في كل دولة، ووصلنا إن إحنا نعمل 160 إعلان في 160 دولة، تخيل كده التكلفة اللي ممكن نتكلفها هتبقى قد ايه؟ هل ده يوازي كمية الترويج اللي روجناه لأنفسنا ولبلدنا وللمظهر الثقافي والأمني، مركز على الأمني دي، والحضاري اللي موجود داخل مصر من خلال ممثلين لهذه الدول؟ عندك 160 دولة فيهم أكتر من شخص، لو كل واحد بس عمل شير، مش هقولك بقى ان زي ما انت اتكلمت انه الصحف بتتكلم عننا، لأ، ده لو كل واحد عمل شير للمنتدى ده او للايفنت ده عنده، شوف كام مليون شخص ممكن يشوفوا الحدث ويشوفوا مصر. حضرتك احنا اصلا عملنا اصلا دعايه في كل فئات الدول بدون تكلفه، يعني حضرتك ال 160 دوله 5000 شاب وفتاه، بالفعل هم كل فتاه وكل شاب مشارك فيها اكيد لما راح لدولته يتكلم على اللي شافه، صحيح، اتكلم على المعالم اللي شافها خلال الفيلم، اتكلم على استقبالهم في المنتدى، طبعا اتكلم على التنظيم، طبعا المنتدى كله قايم على تنظيم شباب مصري يتراوح من 20 ل 30 سنه. فحضرتك التنظيم ده كله بيرجع لتفهم الشباب المصري الوعي الموجود حاليا. ده بالإضافة طبعا ان احنا عملنا ترويج للسياحة من خلال المنتدى، لان كل شاب وفتاة لما رجع بلده اتكلم على، شوف حضرتك لو كل واحد بس اتكلم على اللي شافه في المنتدى احنا عملنا قد ايه ترويج للسياحة بدون تكلفة. دي حاجة. الحاجة التانية طبعا اللي أشار إليها ده بالنسبة للترويج السياحي، طبعا حاجة تانية اللي هو مشاركة الشباب المصري في السياسة، ده شق تاني طبعا في المنتدى، وهو إزاي نخليه هو قادة وليس مشاركين فقط، قادة محليين وقادة طبعا في المؤسسات الحكومية، مشاركتهم في صناعة القرار، مش بس هم يقولوا رأيهم ورأيهم اتخذ على محمل المنتديات والمؤتمرات، لا، صحيح، فقط هم لهم رأي في صناعة القرار. وطبعا اللي أشار إليه طبعا ده السيد الرئيس فتحي السيسي خلال كلماته أمس في المنتدى. واحنا كمان عندنا مراكز لإعداد القادة، وده شيء مهم ان احنا يبقى دايما نقول احنا لازم نمكن الشباب من الحياة السياسية ونخليهم ينخرطوا اكتر، وهو ده يمكن اللي سيادة الرئيس بيعمله. انا اروح لاستاذ وسيم، انت كان ليك اكتر من مشاركة قبل كده، كلمنا عليه وقد ايه ان فعلا انت بتحس بتفاعل ما بين سيادة الرئيس والشباب. هو انا كان ليا الشرف ان انا مشارك في منتدى الحوار الوطني منذ اطلاقه، لما أعلنه السيد الرئيس يوم 9/1/2016، لما أطلق إن 2016 هو عام الشباب، استمرينا في فعاليات المنتدى عندنا في اسكندرية لأنه هو كان على مستوى جميع المحافظات، إلى أن وصلنا للمرحلة النهائية
وكان ليا شرف ان انا خدت جايزه في المنتدى، وبعديها كان ليا الشرف ان انا نظمت مع محافظ اسكندريه منتدى شباب اسكندريه، واخيرا حضرت المؤتمر الرئاسي حكايه وطن اللي هو اعلن فيه سياده الرئيس ترشحه لرئاسه الجمهوريه، وكان ليا الشرف ان الشاب الوحيد اللي كنت بمثل اسكندريه في المؤتمر ده. لك ان تتخيلي يا استاذه اللي احنا في اليوم الثاني قعدنا مع سياده الرئيس كنا 40 شاب بس، قعد يتكلم معانا 4 ساعات، مفيش قضيه او مشكله لم يتناولها الرئيس او ما كانش عنده علم بيها. يعني لو حضرتك قاعده كده قدامه ونفسك تحكي له على مشكله، هو مش هعطيكي فرصه تحكي له، هو عارف كل حاجه وهو اللي بيحكي لك، صحيح، وعنده الحلول، ولكن الحلول مش هينفع يعني تتنفس في وقت واحد. طب ايه كانت، بما ان انت حضرت بقى واحنا شفنا حتى يمكن هذا المؤتمر حكايه وطن والحقيقه كل المنتديات اللي بتتعمل في منتدى الشباب في دورته الثانيه كل الناس بتتابع وكل الناس بتشوف ايه الجديد، بس انت طبعا بما ان انت كنت هناك وشفت الموضوع على ارض الواقع، ايه اهم القضايا اللي كانت بتشغل بال الشباب وكانوا بيسالوا فيها سياده الرئيس؟ بصي، هو اكبر قضيه كانت شاغله الجميع قضيه الارهاب. والرئيس تناول القضية دي واتكلم معنا في حجم التكلفة بتاعة محاربة الإرهاب، بدءا من العملية نسر واحد لحد العملية سيناء 2018، وقد إيه الدولة المصرية يعني بالبلد كده بتحرم نفسها من كل حاجة عشان تحارب الإرهاب، لأن إحنا الخطر اللي جاينا من الإرهاب ممكن ما نقدرش نعيش لو ما فيش أمن. يعني حتى في المنتدى أول امبارح حضرته اتكلم عن التعليم وقال إن التعليم محتاج 133 مليار جنيه عشان أعمل بيهم 250 ألف فصل، وقال برضو أنا مش هينفع أتكلم عن غلاء الأسعار والبطاطس وأسيب المشكلة دي. فالإرهاب برضو كده عاوز يقول لنا إحنا لازم نستحمل ونيجي على نفسنا ونحارب الإرهاب، لأن إحنا لو عايشين في رخاء ومفيش أمن مش هنستفيد بالرخاء ده. فالدولة كلها بتيجي على نفسها وبندخر من مواردنا عشان التكلفة الهائلة اللي بنصرفها لمكافحة الإرهاب. وقبلها بيوم كنت برضو في أكاديمية ناصر العسكرية قبل المؤتمر ده بيوم، على مدار أسبوعين كنت باخد دورة عن الأمن القومي. لك أن تتخيلي يا أستاذة طلعت الطيارة بس الواحدة من على الأرض للسماء بتتكلف كام؟ مش هقول بقى لحضرتك البنزين بتاعها ولا الذخيرة ولا الدنات ولا 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 ولا. فاحنا في مرحلة صعبة جدا. واتكلم برضو معنا الرئيس عن الاقتصاد المصري، والورشة دي أو الجلسة دي كانت اسمها العدالة الاجتماعية والاقتصاد، واتكلم فيها برضو عن برنامج تكافل وكرامة، واتكلم فيها عن العلاوات الدورية إن الدولة صرفتها للموظفين في القطاع العام أو الخاص، وأثر ده برضو على محاربة الإرهاب. اتكلم معنا في قضايا كتيرة جدا، يعني فعلا 4 ساعات. هايل. خليني أروح لأستاذ عمرو ونتكلم كمان على أهم المحاور اللي تناولها منتدى الشباب وهو موضوع التنمية المستدامة. تمام. التنمية المستدامة حضرتك لازم يبقى الشباب عنده وعي فاهم، وعي في اللي بيدور في الدولة حاليا. لازم يبقى عنده وعي انهم مفيش تنمية مستدامة في وجود خلافات، او وجود لازم يبقى تفاهم الآراء تتفق عشان نعرف نعمل تنمية مستدامة. واتكلم برضه السيد الرئيس السيسي امبارح في جلسة افريقيا 2063 في التنمية المستدامة في الدول اللي فيها نزاعات كمان. قال لك ما فيش، مش هقدر انا، ده خط مصر السياسي في تصحيح يعني وفض النزاعات بين الدول. فهو اتكلم قال ما ينفعش نعمل تنميه، ما فيش دوله اصلا ينفع تعمل فيها تنميه بدون وجود فيها خلافات. فاتجاه مصر حاليا في انهم يفضوا النزاعات بين الدول بدون التدخل في الشؤون الداخليه للبلاد. فالتنميه موجوده لكن عايزين تفاهم فيها، لازم الشباب يبقى عندها فهم للتنميه دي. وده بيتم طبعا خلال الندوات اللي بيتم مع الشباب مع القضاء والوزارات. طبعا دلوقتي وزاره الشباب والرياضه واكثر من وزاره بتعمل مراكز تعليميه ومراكز على مستوى المحلي كمان، مش الدولي، مستوى المحلي، عشان يفهموا انهم ازاي نعمل، نفهم ازاي طبيعه الوضع الحالي ايه، طبيعة الوضع الحالي ايه، ومن بعدها نعمل التنمية. لكن التنمية عمرها ما هتيجي في وجود خلافات.
في الضوء. كمان سيادة الرئيس اتكلم على نقطة يمكن أنا ابتديت بيها الحلقة في المقدمة، هي نقطة البطالة، واسمحوا لي إن ده يكون سؤال مشترك ما بين حضراتكم. فكرة البطالة وقد إيه إن في دول متقدمة نسبة السكان فيها أو عدد السكان فيها ما بتزيدش بالعشر سنين وبالخمستاشر سنة، بيفضل العدد زي ما هو، وبيعانوا برضو بنسبة بطالة ما بين 5 لـ 7 لـ 8%. أما إحنا داخلين ما شاء الله عدينا 100 مليون وعندنا نسبة كبيرة جدا من البطالة، واتكلم على موضوع تنظيم النسل، رأيكم إيه في الموضوع ده؟ وخليني أروح لأستاذ وسيم، رأيك إيه في الموضوع ده؟ يمكن حتى فكر الإعلانات البسيطة بتاعت زمان بتاعت وزارة الصحة، الراجل مش بس بكلمته، راجل برعايته وبيته واسرته. دلوقتي هتلاقي اي حد حافظ المقوله دي. احنا فين من ده؟ يعني انا على كوبري اكتوبر من زمان جدا جدا ما شفتش ولا اعلان، لسه من قريب جدا شفت اعلان بسيط انه اللقمه لما تتقسم فعلا على 2 غير لما تتقسم على 4. ده اعلان واحد بس، لكن ما بالك بقى لو احنا فعلا دعمنا الاعلانات دي وبقت منتشره. هل تفتكر ممكن نقضي على قضيه الانفجار السكاني؟ بصي، احنا اولا لما كنا مع الرئيس اتكلم معانا في النقطه دي وقال ان مصر فيها نمو او زياده سكانيه كل سنه 2.5 فرد. ايوه. وعلى 2030 هتبقى جمهوريه مصر العربيه 150 مليون نسمه. معايا في الرقم؟ رقم كبير جدا. 150 مليون نسمه؟ اه، ده كتير قوي. كتير جدا. وفرصة العمل الواحدة اتكلم معانا برضو فيها في المؤتمر ده، اتكلم في المنتدى بتاع شباب العالم اللي موجود دلوقتي وشغال، ان فرصة العمل الواحدة بتكلف الدولة حوالي 250,000 جنيه. تمام؟ ادي حاجة. احنا عندنا كل سنة في التعليم الفني بس غالبا عندنا 2 مليون خريج، وعندنا في التعليم الجامعي حوالي 4 او يزيد. احسبي بقى التكلفة بتاعت كل فرصة عمل وضربيها في عدد السنين لحد مثلا 2030. هيكلفوا الدولة كام؟ أنا دايما بقول من حق كل الشباب يشتغل، لأن الدستور والمواثيق الدولية وحقنا في الحياة كلنا احنا نشتغل. وجمعني برضو لقاء مرة بالوزير السابق وزير التخطيط أشرف العربي، وكنا بنعد قانون الخدمة المدنية، وكنت بكلمه بقول له من حق كل الخريجين إن هم يشتغلوا. والشيخ الشعراوي في الموضوع ده كان له مقولة جميلة جدا، قال لي احنا عاوزين نحدد النسل. ما المية هي هي والشمس بتطلع علينا كل يوم وخير ربنا في الأرض، ليه عاوزين نمنع الموضوع ده؟ بس أنا بقى رأيي عشان أجاوب على سؤال حضرتك، اللي الوقت الحالي اللي بتعيشه المنطقة العربية أو العالم كله وقت صعب جدا بالزبط. والموارد بقت محدودة حتى في المية، وأكيد كلنا متابعين المشكلة بتاعت سد النهضة وتأثيرها على حصة مصر التاريخية في المياه. الحاجة الأكبر اللي احنا كان عندنا مورد أساسي ألا وهو السياحة، المورد ده من بعد 2011 ما بقاش موجود. لا، قل شوية وبعدين بنحاول نرجعه. وفي المقابل عندنا مصاريف كتيرة قوي زادت، وعلى رأسها محاربة الإرهاب. ده حقيقي. فاحنا ملزمين دلوقتي أو مجبرين كجمهورية مصر العربية اللي احنا نحدد النسل أو ننظم الموضوع ده. زي في كثير، لا، ننظم النسل عشان تحديد النسل، يعني مقوله اللي احنا نحدد التحديد ده ما نقدرش، ده بايدينا، بايد ربنا سبحانه وتعالى، بس بايدينا ان احنا ننظمه. بس عارف، ردا على مقوله الشيخ الشعراوي رحمه الله، انا معاك ان الشمس بتطلع كل يوم وان الارض هي هي، وان بس زي ما انت قلت عندنا مشاكل للاسف بتطرق علينا كل يوم، وعندنا مشكله انا مش فاهماها، احنا كلنا منحصرين في حته واحده. انت عندك كمية الأراضي اللي موجودة واللي ممكن نعمرها والتوسع في الظهير الصحراوي كتير قوي، ولكن تحديدا تعالى مثلا في القرى كل الناس عايزة تخلي ولادها جنبها. يعني المزارع بيبني على الأرض الزراعية لما كان بيبني، ودلوقتي الحمد لله بقينا أكثر وعيا وبنتوسع أفقيا وبيبني البيت العيلة عشان ولاده يبقوا جنبه. طب احنا ممكن نتوسع، نروح نبعد شوية عن الزحمة، لا احنا كلنا منحصرين في نفس احنا النحن. بقى محتاجين ننظم النسل وننظم حياتنا بالزبط. لان الوضع الراهن هو اللي بيفرض علينا ده. وبمناسبة كلام حضرتك عن البناء، من بعد 2011 كمية البناء المخالف في مصر بقت حاجة مرعبة. والقاهرة يعني خلاص بقت مختنقة مروريا. وعايز اقول لحضرتك إن المدن الجديدة سواء مثلا المنصورة الجديدة أو مدينة العالمين أو الجلالة أو العاصمة الإدارية، على الرغم من إن في انتقادات كبيرة قوي بتوجه للموضوع ده، بس أنا من رأيي إحنا محتاجين الامتداد العمراني ده. ودايما إحنا نفسنا اللي كنا بنقول إحنا ليه قاعدين في 6% ولا 7%؟ لما الدولة دلوقتي ابتدت تتوسع إحنا برضو اللي بننقض.
فإحنا موضوع يعني محتاجين كثير قوي من التنظيم في حياتنا كلها، سواء في العمل سواء في الاستهلاك، لأن إحنا برضو مستهلكين جدا. يعني أنا عايز أحكي لحضرتك موقف كده، إن في واحدة زميلتي بتدي ابنها كل يوم مصروف 50 جنيه، وبتروح فعلا مكان تاني عشان تطلب منه مساعدة، هي عندها محل وبتشتغل، ودايما محسسة نفسها إن هي فقيرة وإن هي محتاجة. لا، إحنا اللي استهلاكنا زاد، إحنا لازم ننظم حياتنا كلها، لأن الوضع الراهن بيفرض علينا ده. صحيح، أنا معاك جدا، وأنا مستغربة إن في حد ممكن دلوقتي يدي مصروف زي ده، ومستغربة إن حد دلوقتي ممكن يكون استهلاكه في السلع الغذائية زي زمان. الظروف هي اللي بتخلينا نتغير في استهلاكنا، في طبيعة حياتنا، في أسلوبنا، في تعاملنا حتى مع أولادنا ومع أنفسنا. أستاذ عمرو، عايز أرجع لك تاني في نقطة البطالة زي ما أشار ليها سيادة الرئيس، وكان بيتكلم إن إحنا عندنا سبل كتير للخروج من المشكلة دي. في أولها إن إحنا كمان نوعي الشباب ونخلي عندنا وعي، ونحارب بقى استخدام التكنولوجيا السيء، ويمكن كان في ندوة خاصة عن استخدام التكنولوجيا ما بين طبعا فوائد وأضرار. تمام، حضرتك الندوة كانت الجلسة عن مواقع التواصل الاجتماعي، هل هنستفيد منها ولا يعني هتنقذنا، هنستفيد منها ولا تستعبدنا. بالظبط، تستعبدنا. فمواقع التواصل الاجتماعي طبعا حضرتك شايفة ان الفترة الأخيرة كلها كانت الخبر اشاعات كتير جدا بيتم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبينتشر بسرعة البرق بدون التأكد من الخبر. فطبعا السيد الرئيس كان بينوه للنقطة دي، اننا نستفاد منها في كافة الدول الأوروبية بيستفادوا منها، أو نسبة الخطر بتبقى قليلة جدا غير التعامل مع مجتمعنا. مجتمعنا بيتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي على أساس سلبي شوية، بيستخدموه في سلبي شوية، إن الخبر بينتشر بطريقة كبيرة جدا بدون التأكد منه ولا الوصول لمصدر. ده طبعا بنعرف حتى في الصحافة عندنا لازم نروح لمصدر يأكد لنا الخبر ده، بدل ما هو منتشر بطريقة دي وممكن يبقى تأثيره سلبي على المجتمع والناس. يعني بالنسبة للبطالة زي ما حضرتك أشرتي، إن إحنا كلنا موجودين في مكان صغير جدا، مصر كبيرة جدا، ممكن نعمر الصحراء. طبعا ده الاتجاه الموجود الحالي، إن في المنيا الجديدة، في أسيوط الجديدة، ده كل حضرتك لما بتبني محافظات جديدة وأماكن جديدة، طبعا زي الإسكان الاجتماعي وغيره، ده بيفيدنا في أكتر من حاجة. أول حاجة بنوسع نفسنا، تاني حاجة إحنا بنقعد في مكان بيبقى فيه عمالة، في مصانع جديده دلوقتي الدوله متوجهه انها بتنشئها، مصنع اسمنت اللي هو بني سويف. طبعا ده بي بي بيحتوي عماله جديده. طبعا احنا مش لازما زي ما حضرتك اشرتي ان محافظات الصعيد كلها لازما الشاب بيشتغل في اطار المنطقه بتاعته او المحافظه بتاعته، فطبعا احنا محتاجين اننا في كل محافظه نعمل مشروعات. صحيح. مشروعات كبيرة زي مصانع وهكذا، طبعا ده بيكلف الدولة كتير جدا، لكن أنا برضو بقول لي وجهة نظر في الموضوع ده، إن في مشروعات كتير صغيرة ممكن تبدأ بيها. صحيح. يعني حضرتك مش لازم مثلا أنت خريج حقوق تشتغل محامي، أنت ممكن تشتغل محامي جنب المحاماة، تعمل مشروع صغير تاني تساعد بيه نفسك. يعني حضرتك مش لازم الناس كلها منتظرة الوظيفة في وظيفة معينة. صحيح. فلا، انا ممكن ما اشتغل، انا مش ابدي عفتي يعني اطلع فكره جديده انفذها. صح. حتى بتكاليف بسيطه جدا. ودي طبعا ديت في كتير جدا دلوقتي موجود، بخلاف طبعا المصانع زي ما قلت لحضرتك، المصانع دي بتحوي عمال كتير جدا. العاصمه الاداريه طبعا فيها كتير من العماله موجوده حاليا، اللي هي خرجت من محافظات كتير جدا، من واجه الصعيد ومحافظه القاهره والجيزه والقلوبيه، راحوا اشتغلوا هناك من عمال مهندسين وخلافه من العماله، فهي بتحوي عماله كتير جدا. فده التوجه المفروض يكون موجود. حاجتين، اول حاجه ما نستناش ان احنا نشتغل، ما ننتظرش يعني شغل معين، لا ممكن نشتغل في اي شغل تاني، ممكن اي مشروع صغير. حضرتك كده كده بيعملوا كده والله يا استاذ عمرو، هتلاقي مش بس بيشتغل بوظيفته، لا انا لسه كنت بقول من فتره ان احنا ممكن نلاقي في البنزينه بكالوريوسات موجود، وسواقين تاكسيات بيشتغلوا في الشركات الخاصه برضو بالانتقاش، ما بقاش بعمل لها دعايه بصراحه، هم عايزين يشتغلوا. خليني بس اروح لاستاذ وسيم، احنا امتى هنلاقي كافيهات فاضيه، وامتى مش هنلاقي شباب قاعد على القهوه، وامتى فعلا هنحقق كل اللي نفسنا فيه كشباب تفتكر كده؟ اول حاجه لما يبقى عندنا هدف، تاني حاجه لما يبقى عندنا قائد وقدوه،
احنا من ضمن فعاليات منتدى شباب العالم كان في جلسه مهمه جدا، سبل بناء القاده الشباب. انا عايز اقول لحضرتك انا من وقت قريب كده لما لقيت نفسي مش هشارك في المنتدى بشخصي، قدمت فكره اللي انا اعمل برومو باربع لغات انا وزمايلي نرحب بيه بالوفود اللي جايه. وكان في احد الزملاء مش حابب كده ايه قصه المنتديات والمؤتمرات، فاول ما شارك معانا وشاف نفسه كده في التلفزيون حس ان هو جوه الموضوع بالظبط. لقيته تاني يوم بيكلمني بيقول لي تصدق منتدى الشباب ده جميل جدا. على الرغم من النسخه الاولى للمنتدى ما كانش بيتفرج عليه، ولما كنت اقول له اتفرج ما كانش عاوز. فالشباب لما هيلاقي هدف وهيلاقي وظيفه وهيلاقي سكن وهيلاقي حاجه او طريق يمشي فيه مش هيقعد على الكافيهات. صحيح. انا بتمنى، انا معاك جدا، وبتمنى ان احنا ما نلاقيش وقت نقعد فيه على كافيهات، ما نلاقيش وقت نقعد نلعب في الموبايلات، ما نلاقيش وقت ان احنا نضيع وقتنا غير في اللي هيفيدنا ويفيد بلدنا. وزي ما انت قلت يا استاذ وسيم انا معاك ان احنا بدل ما نبقى بره الصوره، لا احنا دلوقتي بنحاول ندخل الشباب في الصوره عشان يشوفوا ان دي بلدهم ويحسوا بالانتماء. لو بجد حسيت ان دي بلدك مش هقول لك بقى تتطرف سياسيا ولا فكريا ولا هتقعد على قهوه، لا ده انت هتستحرم حتى ترمي ورقه في الأرض، لأن هتحس بجد ان دي بلدك وده بيتك وده مكانك، فما ينفعش طبعا ابدا ان انت تعمل فيه ابسط حاجه زي دي. ودي مش حاجه بسيطه على فكره، ده بره بياخدوا عليها مخالفه وبيدفعوا غرامات لو رمى حد ورقه في الشارع. انا بشكركم ونورتونا، واتمنى ان شبابنا كلهم يكونوا زيكم امثله ما شاء الله مضيئه مشرفه. يا رب كده الخير لكل شبابنا ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عمرو اسماعيل صحفي بجريده الوفد، شكرا جزيلا نورتنا. واستاذ وسيم علي عضو منتدى الحوار الوطني للشباب، تحياتنا ليك وتحياتنا لكل اهل اسكندريه، نورتونا. مشاهدينا لسه مكملين عندنا فقرة عن السياحة، فقرة مهمة جدا، استنونا بعد الفاصل.